بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوف واحد ليكزامبل تاع ان سو بروغرام والدور ديالو غادي يبان ان شاء الله. في حاول نوضحو في الفيديو. اول حاجه كاين دو تيب ديال لي سو بروغرام، كاين لي فونكسيون كاين بروسيدير. هما لي دو تيب ديال سو بروغرام، والميثود ديال الترافاي ديالهم غادي نوضحها لكم في الفيديو. ناخذ بار اكزومبل واحد الالغوريثم، كيلكو سوا الالغوريثم. انا سميت الالغوريثم هذا الالغوريثم غير صايبت لكم باش تفهموا البرانسيب ديال الترافاي ديال سوبر ان بروغرام. الور الالغوريثم سميت واحد السلام فاريابل، داخلي دو فاريابل مع دي اكس اون شي ايغريك اون شي دي بي دي بي دي بي ف دي منطقة ديال لوكال. المهم عندنا هنا دي زانستريكسيون، هذا درت دي بوان زعما عندنا دي زانستريكسيون، عندنا دي زانستريكسيون مكتوبش بشي. هذا غير مثال توضيحي، لا داعي انك دير شي الجوريثم، هذا غير مثال كنوضح لكم به. هنا دي بوان دي بوان، هنايا وصلنا لواحد المنطقة في الالجوريثم ديالنا. غادي نديرو غادي نعيطو على ان سو بروغرام بور ريزودر ان سو بروبليم. بمعنى هذا هو الالجوريثم، هذا كيتسمى الالجوريثم برينسيبال. واحد المعلومه ان لي سو بروغرام ما كيتكتبوش في المنطقه ديال الالغوريثم، انت ملي كتحتاجو كتعيط له. بمعنى ان لابيل ديال سو بروغرام هذا هو الالغوريثم برينسيبال ديالنا. هذا الالغوريثم ديالنا خدام خدام خدام، كيوصل لواحد المنطقه كيحتاج فيها واحد سو بروغرام. يعني هو عنده واحد المشكل خصو يحلو، واحد المشكل خصو يحلو داخل داك البرنامج. غادي يحتاج واحد السو بروغرام، هذاك السو بروغرام يعيط له، هذاك السو بروغرام غادي يحلو المشكل ويرد له لي ريزولطا، وها هو كيكتب لك يكري الريزولطا كيشوفها المستعمل. بمعنى عندك بي كتوصل لابيل ديال السو بروغرام، انت هاد لابيل ديال السو بروغرام باش تعيط له خصك تعطيه لي دوني، ميمكنش السو بروغرام يخدم بوحدو. يعني ضروري انك ملي كتعيط له كتعطيه لي دوني. اسمحوا لي نكملوا. هنايا عندنا ان سو بروغرام، لابيل دان سو بروغرام. كيف ما قلت لكم هذا لابيل دان سو بروغرام، انت باش غادي تعيط الان سو بروغرام يحل لك واحد المشكل، ماشي هو غادي يبدا يحلو من عنده. ضروري كتعطيه واحد بحال المفاتيح، هذوك المفاتيح كيتسماو لي بارامتر. ضروري كتعطيه دي بارامتر، هو كيشد دوك لي بارامتر وكيرد لك لي ريزولطا. ما يمكنش تحسب لا صوم ديال شي حاجه ما كايناش، ضروري خصك تعطيه ا و بي، عدد ا وعدد بي، وهو السو بروغرام غادي يحسب لك المجموع ديالهم ويخرج لك الريزولطا ويعطيها لك وتكتب لك هنا اكري الريزولطا. يعني السو بروغرام الخلاصه يمكن نستخلصوا ان السو بروغرام ملي كتبغي ملي كتحتاج يقوم لك بواحد العمليه كتعيط له وكتاخد من عنده لي ريزولطا، وديك الريزولطا كتستغل حتى ديك الريزولطا يمكن باغيها المستعمل. المهم باغي المستعمل كيستعمل البرنامج. هذا هو البرانسيب ديال الترافاي ديال سو بروغرام. مع العلم واحد ملاحظه اساسيه اللي هي ان سو بروغرام راه ما كيتكتبش بحال الالغوريثم برينسيبال. سو بروغرام كيتكتب بوحدو. هاد سو بروغرام كنعيطو له حنا ملي كنحتاجوه، كنعطيوه لي بارامتر يعني كنعطيوه لي دوني، هو كيشد دوك لي دوني كيعجنهم مزيان وكيرد داك لي ريزولطا، ماشي شغلنا كي يدير. المهم هذا هو البلاصه ديال طرافا ديال ان سو بروغرام. الى اكزيست دو تيب دو سو بروغرام، كاين لي فونكسيون لي بروسيدور. الى فهمتي البرانسيب هذا ديال طرافا ديالهم، غادي تجيو كاتي فونكسيون بروسيدور ثاني. صافي سيسو، باقي اننا نشوفو امثله اخرى ان شاء الله. مع السلامه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.